ماشي تو احنا كل 3 بوين صعاب باسكو دابا شو تروف لين دوات نتاع الشامبيونا وين كل لي زونجو يكبروا فما شكون يلعب على التيار فما شكون يلعب على التيتر فما شكون يلعب موتيفي اوسي خلينا نقول موتيفاسيون دون لو فاك خير مي سينو نعرفوا اللي ترى المارسا ترى صعيب اثنين لادفيرسير اوسي نعرفوا كورياس سيرتو ا دوميسيل الو حضرنا عندنا حاجه في السي اس اس هو ان اون سادابت شاك سيمين ا بار سيتادير اون سادابت للترتون اون سادابت ليتا دو لا بلوز اون سادابت لادفيرسير اي اون سيمبوز اوسي ودا لي صار اليوم اون سي دادابتي لي كونديسيون دو ماتش اي لو كادر دو ماتش مي سورتو اون سي تيمبوزي جو كرو سير لونسامبل دو ماتش اون ميريت دو غاني ايسي ديك الضربه في الاخر لو كان ميسي طمننا على صحته قوية ربي فما كان الخير كلا ضربة تحل شوية جبين ومش برشا لكن عنا راحة تو الناس كل تبرا إن شاء الله مش نحكيو على لاعب مقاتل اليوم ماهر الحناجي بصراحة ما لقري الإصابة شفناك قطعت عديد كرات وأنت نورمال مو يعني مسيتي تلعب في دومي دروا مش مو اللاعبين لكن شفناك تدافع الحمد لله الرول نتاعي معناها أول حاجة معناها ندافع مش كان القدام أنا الحمد لله واحد خدم خدمته كيف ما يلزم الأولاد الكل خدمنا خدمة باهية اليوم وروحنا بتروا بوان صعاب إن شاء الله نكملوا هكا وربي معنا معنا اللاعب أحمد العيادي تولت سي اس اس مباراة سبيسيال اليوم صحيح مباراة سبيسيال ضد فريق السابق هيك والحمد لله أعطينا عملنا مقابلة باهية مال غالب يظل عندنا هدف الغال حكم فهمتش عليه قالوا رجو ثم بينالدي ما زفر الناس هيك وربي هادي ان شاء الله نخدم على رواحنا ان شاء الله جاي خير ان شاء الله ما شفناش كوره برشا اليوم لكن شفنا بونت والسيسيس حقق المهم باخف الاذرع والله صحيح يظل اليوم حققنا المهم في ملعب كيما هذايا ملعب امبراتيكابل معناتها بعد الامطار اللي ثبت فيه ما تنجمش تلقى كوره برشا ونادي راس فيقسي معناتها فريق يحبث الكرات القصيره ويحب يلعب كوره اليوم بدلنا شويه اون سي ادابتي للملعب هذايا والحمد لله اليوم النادي راس فيقسي يعرف يتاقلم مع الوضعيات الكل هدف ثمين انتصار ثمين جدا معناتها في ملعب موسيل بالكل باش تخلينا نخدموا في اريحيه بعد التريف هذايا ان شاء الله باش نحضروا باقي المشوار نتاع البطوله بس نحكي على السيسيس في الصداره توانيس صحيح احنا شوف الاوبجيكتيف نتاعنا انه الصداره بعد ما توفى الشامبيونان نلقاو احنا في الصداره هذا الاوبجيكتيف على شفناك افون سونتر في اخر باص على اليوم هيك الحمد لله وين واحد وين يستحق المدرب لازم يكون حاضر كملوا نخدموا على رواحنا جبنا هدف عرفنا كيف نستحوذوا عليه في ترى خايبكم شفتوا اليوم الارضيه ان شاء الله نكملوا نخدموا على رواحنا ان شاء الله ربي يوفقنا في بقيه المشوار نتاعنا ان شاء الله برشا قليب وفما برشا رجوليه والانتصار بخف الاذرع اليوم الحمد لله يا ربي انا كما شفتوا نعرفوا ترى قلقنا اليوم برشا الحمد لله يا ربي الماتشات هذوما يتربحوا كان بالقليب باليد واحده بالرجله كما شفتوا اليوم ما قصروش الاولاد الكل ان شاء الله الجاي خير 3 بوان مهمين من ملعب صعيب ان شاء الله الماتشات الجاي يكون خير من هكا ان شاء الله الانتصار عدد 14 ولا المباراه عدد 200 ليك على بالك هكا الحمد لله واحد قاعد يخدم على روحه وقاعد يعطي الماكسيموم لجمعيته الحمد لله اليوم جاو 3 بوان مهمين من ستاد صعيب ضد ايكيب زاده صعيبه في التيران نتاعها الحمد لله الاولاد كل يوم كنا عازمين باش نعملوا 3 بوان اللي يخليونا نحضروا الماتشاتنا الجايين سيرتو داخلين على تريف الحمد لله 3 بوان هذيهم الجماهير اللي تحاولت معنا اليوم وان شاء الله جاي خير ان شاء الله ان شاء الله لحد الان احنا في الصداره نستناو المقابلات الجايه احنا كيما قلت قبل احنا ما يهمناش في لي زيكيب الاخرين يهمنا كان في رواحنا نحن نرفعوا ماتشاتنا ومن بعد اللي يجيبوا ربي به عارف الناس كل تيران المرسى ما كانش تيران سهل في لي كونديسيون معناها ما تنجمش تلعب فيه كوره الحمد لله تاقلمنا معاه لعبنا جو ديريكت لعبنا كنا قراب في الدوزيام بال دابيتود نجيو لهنا معناها نلقاو برشا صعوبات باش نربحوا اليوم الحمد لله جات 3 بوان خليو ساقينا في قاعه مازال مشوار طويل ان شاء الله ربي معاك الكره الاولانيه ومن بعد ضربت وجه اوتوماتيكمون يدي مشرع باش تضرب كره فهمتني دونك خذيت الكره ومن بعد ضربت الوجه اما ماهيش بلانتي كلمتين اليوم نجم نقولوا الكره ما حبتكش الله غالب والله صحيح عكستني برشا ليمات هذه ان شاء الله تحل ماتشات الجايه يظل لي اليوم ظهرنا اللي احنا كرويين احسن ايكيب يظل ان شاء الله نواصلوا هكا اليوم مالجري معناته ظهرنا اللي احنا ايكيب كبيره ان شاء الله نكملوا هكا وربي معنا ان شاء الله